المرمى مساء الرياضة طابت أوقاتكم. قبل المونديال رينارد يستدعي لاعبا للمونديال لم يلعب كرة القدم منذ 9 أشهر. أطاح بالنصر ثم الهلال ثم تلقى الصفعة أمام أبها، ماذا حدث للتعاون؟ تشاموسكا يجيب بعد قليل. باتنا فوزير كريتشوفياكا تسديدات بعيدة المدى. وبنجلوي في مؤتمر صحفي نقيم الاتحادات ومن حقها الاستئناف. السلام عليكم. أعلنت تركيا آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأربعاء موعد إطلاق موسم الرياض 2022 تحت شعار فوق الخيال، حيث تبدأ فعالياته في 21 أكتوبر الجاري. أوضح آل الشيخ أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الرياضية. أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي أرفي رينارد قائمته المشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر في العاصمة الإماراتية أبوظبي بين 17 من أكتوبر والعاشر من نوفمبر، ذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم في قطر. وسيخوض الأخضر خلال هذا المعسكر 5 مباريات ودية على أن يغادر لاعبوه مساء الاثنين إلى أبوظبي. يذكر أن قرعة المونديال أوقعت السعودية في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين، المكسيك، بولندا. القائمة شهدت جدلا واسعا حين أعلنت، حيث ظهر فيها بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا كرة القدم منذ يناير الماضي، أمثال عبد الإله المالكي وبعض اللاعبين الموقوفين بسبب العودة من المنشطات وبعض اللاعبين الموقوفين بقرارات انضباطية. هل تصدق بأن عبد الإله المالكي انضم إلى قائمة معسكر المنتخب المشاركة في أكبر تظاهرات لكرة القدم في العالم، وهو لم يخوض أي لقاء منذ 10 أشهر بعد إصابته شهر يناير الماضي أمام منتخب عمان في الجولة 7؟ ولك أن تتخيل أن محمد العويس الحارس الأساسي للأخضر هو الحارس الثاني في ناديه الهلال. العويس في الموسم الحالي لم يشارك في أي دقيقة مع أزرق الرياض في دوري روشن. ثلاثي الهجوم الذي ضمه رينار، عبد الله الحمدان، صالح الشهري وفراس البريكان شاركوا في أغلب مباريات الأخضر في التصفيات، لكن في الجهة المقابلة لا يشاركون بانتظام مع أنديتهم. فراس يعد أفضلهم بعد مشاركته في مباراتين كأساسي مع الفتح، في حين وصلت دقائق لاعب ثنائي الهلال في الدوري مجتمعين 57 دقيقة. قائمة رونار ضمت حارس الأهلي محمد اليامي. محمد يملك فرصة ليكون ثاني حارس يشارك مع المنتخب في المونديال، وهو في الدرجة الأولى بعد محمد الدعيع في نسخة 94، وكان وقتها حارس فريق الطائي. اليامي شارك في مباراتين فقط مع المنتخب، كانتا أمام أستراليا وفيتنام كبديل للعويس آنذاك، بحين جلس الحارس نواف العقيدي بديلا له في المواجهتين. لاعب النصر عبد الرحمن غريب استدعاه رينار في 6 مباريات من التصفيات النهائية، لم يوجه له الدعوة هذه المرة، وهو ما ينطبق على أحمد شرحيلي الذي كان حاضرا مع الأخضر في التصفيات النهائية. عصام عامر، العربية.
فقط للتصحيح قبل النقاش، عبد الله المالكي يصيب في مباراة استراليا وليست مباراة عمان، مباراة استراليا في استراليا، ومنها لم يلعب كرة القدم أو لم يعد إلى الملاعب في أي مباراة، عاد قبل أقل من شهر للتمارين في نادي الهلال. يعني كانت في مباراة في العام الماضي في 11 نوفمبر، أذهب إلى الرياض من هناك صالح المطلق الدولي السعودي السابق، من الرياض عادل البطي أيضا، حياكم الله جميعا. بس كقاعدة للنقاش، ما في شك يعني كباتن الكرام بأنه أكيد رينارد يبحث عن النجاح عندما يختار قائمته، هو لا يلعب ضد نفسه، أكيد رينارد لا يتحكم به أحد أو يملي عليه ماذا يختار ومن يستدعي، ولكن أكيد رينارد يحتاج أيضا للمساعدة، أن يستمع إلى ناصحين عاقلين تدفعهم حبهم لمنتخب بلادهم ورغبتهم في أن يكون ظهوره ممتاز في المونديال المقبل. صالح، في إيجاز، هل أقنعك أو هل أقنعتك استدعاءات رينارد؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالتالي، أهلا بالسادة المشاهدين، وأهلا بالكابتن عادل. يعني لو بأخذها من ناحية الاستراتيجية أو التخطيط، نعم أقنعتني القائمة، خصوصا أنه في المرحلة القادمة ما بعد كأس العالم مع المجموعة هذه اللي هم يعتبرون أغلبهم صغار في السن ممكن يضاف عليهم، فمن الناحية هذه أنا مقتنع تماما في القائمة. عادل، ولكن أكمل ولا؟ ولكن خلنا نسمعها، هي دائما أهم شيء بعد ولكن. ولكن أيوة، ولكن كفكرة فنية بالنسبة للمتوقع واللي قرأناه من خلال المباريات الودية السابقة كتطبيق في المباراة أو في التشكيلة، ما أقول موافق، ولكني أعتقد إنه فكرة تحتاج لنقاش، إذا سمحت لي يا بتال أنا ويا عادل بعد ما نسمع كابتن عادل. طيب، نتناقش فيها. عادل، أقنعتك الاستدعاءات؟ أقنعتني إلى حد ما بحكم معرفتي أو متابعتي لرينارد، يصلي متابعتي، لأنه يعتمد كأنهم يعني بالنسبة لفريق نادي المصاب كأنه مسؤول عنهم، والدليل وفق ما جاء في التقرير تصور التشكيلة 17 لاعب فقط هم اللي يشاركون، 15 لا يشاركون أو يشاركون في دقائق قليلة. اللي أنا أقول لك هو مدرب نادي اللي قلت لك إلى حد ما، عبد الرحمن غريب يعتبر أحد أبنائه، يعني شارك بشكل كبير في التصفيات وكان أحيانا هو البديل الأول ولم يشارك. هذه النقطة اللي أختلف مع نظرته أو استراتيجيته للعمل. طيب مع المنتخب الأول. كلكم مقتنعين عادل وصالح؟ طيب يعني عادل إلى حد ما أقنعني. إلى حد ما أقنعني، كيف تروح للمونديال تستدعي لعيبة موقوف ملعب كرة قدم، مصاب تو راجع باقي على المونديال 39 يوم مثل صالح الشهري، مصاب ما لعب كرة قدم مثل عبد الله المالكي، احتياطيين ما يشاركون إطلاقا وتستدعيهم؟ أقنعني. بالتالي أنت ترى سمعت كلمتي أنا ولا كابتن صالح؟ أنت. لا، أنا قلت قناعتي وفقا لاستراتيجيته هو، مش لتفكيري أنا. لا، أنا أبغى تفكيرك، دخلنا في ما تتكلم عن رينارد. لا لا أنت. لا، أنا في رأيي، لا أنا في رأيي المنتخب دائما للأفضل وللأجهز. طيب، كل المنتخبات أيضا. بالتالي أنا يعني المعسكر هذا اللي 23 يوم يعني اللي أبو ظبي وبعدين في مباراة سادسة أمام كرواتيا، أحس إن الفترة طويلة قبل كأس العالم. هو بعدين اختار، لو شفت 32 لاعب، حتى التشكيلة يعني لو تشوف فيها، طبعا بيستبعد ستة لأول مرة، بيكون في 26 لاعب في المنتخب في كأس عالم. يعني برضو عندي سؤال، هل بيجلس 15 لاعب على الدكة؟ برضو هذا سؤال مهم. لكن برجع لمنتخبنا، لو شفت التشكيلة بتال، أول شيء الأربعة اللي يلعبون سناتر الأربعة فقط، هذا يعني أن الأربعة بيكونون موجودين إن شاء الله، ربي يحميهم من الإصابات، ما راح يكونون أربع حراس، بيروح واحد. أقصد حتى الاختيارات في المراكز أحيانا في عدد مبالغ فيه، وأحيانا لا يكون يعني زي متوسط الدفاع اللي هو قلب الدفاع أربعة، وأنت بتحتاج في المنتخب تقريبا أربعة من 26 يعني شبه مؤكد، بينما في خانات ثانية في عدد كبير من اللاعبين، وهذا يجعلني أكثر من تساؤل. ثلاثة المعسكر اللي راح، أنت ما اخترت لا عبد الله الحمدان ولا محمد البريك ولا أسماء كثيرة من الموجودين ذولا، واليوم أنت شلتهم. أوكي، أنا اختفت يعني أفهم اختيارك مثل الكمارة، أنك شفت لقيت أنه أقل من
البريك مثلا في وجهة نظرك أقل من عفوا من عبد الله الحمدان في وجهة نظرك ومن صالح ومن فراس؟ يعني جربته في المعسكر أحيانا أفهم أنك تختار لاعب للمعسكر عشان تشوفه، لكن بالمجمل تقول لي لا، أنا قلت لك في 17 لاعب يشارك و15 ما يشارك. طيب. إذا أنا أتكلم عن قناعته هو مو بقناعتي أنا. طيب لا أنت يعني خلنا صيغها معليش، أنت تقول أنا تفهمها بس مش مقتنع، صحيح؟ إيه صحيح صحيح، بس مش مقتنع بقائمته. لا مو مقتنع، يعني خلينا نقول بنسبة معينة ماني مقتنع. طيب خلنا نروح لصالح، لكن مقتنع بتفكيره هو. خلنا نروح لصالح اللي مقتنع. صالح شلون مقتنع يعني بلاعب ما يلعب من نوفمبر الماضي، يعني بيكمل سنة في كأس العالم ما لعب، وتستدعي مثلا لعيبة مصابين مثلا صالح الشهري يستدعيهم، لاعب خلنا أقول لك مثلا زي نواف العقيدي في النصر ما نزل أساسا احتياط، يعني من يوم بدأ الدوري ما نزل احتياط، ينزل وليد عبد الله احتياط لأوسبينا أو أيمن بخاري، هو ما ينزل احتياط أساسا، تروح تختاره يعني. فهمنا شو ما اقتنع أنت. جيد بالتال لا تستعجل، أنا لاحظ أني قلت أنه كفكرة فنية هي اللي تحتاج نقاش، ويمكن جزء من الأشياء اللي أنت ويا كابتن عادل تناقشت فيها هي اللي أنا فيها اعتراض عليها، سواء كانوا اللاعبين الغائبين أو حتى اللاعبين اللي هم من إصابات عايدين. ولاحظ يا بتال، وإن شاء الله ذاكرتك جميلة إن شاء الله، أنت أخوي عادل ترى أكثر من مرة تناقشت وأكدت على وجود المدرب اللياقي، وقلت كأس العالم ترى فيها فتنس، يعني مواجهات كلها لياقية، فماذا سيفعل الآن هرفي في اللاعبين بإعدادهم خلال الفترة هذه بدون لا يكون هناك شخص متخصص؟ لاحظ أنه اللياقة البدنية هي شيء علمي ثابت في العالم كله، خلاص تعدينا المرحلة والله اجتهادات. هذا اللي أنا أقول لك أنا كفكرة فنية ماني موافق فيها. أنا قلت لك في عدد من اللاعبين صغار في السن لما بعد كأس العالم، لأننا نعرف إحنا بعد كأس العالم ترى في لاعبين توقفون، وفي لاعبين تغير مزجتهم، وفي لاعبين بيبدون يخططون إلى خلنا أخذها معك واحدة واحدة. مقتنع أنت باستدعاء بلال المالكي؟ إذا بتفصلها لا، لست مقتنعا، لأني أنا أقول لك ما في إعداد. كيف تفسره فنيا؟ اللاعب ما لعب من نوفمبر واستدعى، فسره فنيا. هذا الكلام إن هذا النقاش اللي بقوله أنا فكرة الفنية، ما هي الفكرة من في استدعاء عبد الملال المالكي؟ وأيضا بضيف عليها بالتال المباريات الودية أعطتنا مؤشر إنه هرفي بدأ يفكر في تغطية أو في الساتر الدفاعي الأمامي اللي هو من خلال اللاعب رياض شرحيلي. أوكي إحنا طيب. ما هي قضيتنا الآن أن نقارن رياض شرحيلي، اسمح لي بالتال خلي أكمل النقطة. ما قلت شيء. ما هي قضيتنا أن نقارن إيه؟ لا تقول طيب كأنك تقول وقف. لا بقول وقف بقول وقف. طيب ترى يتحمس فلا توقفني. تفضل الوقت لك. شوف أيوه ممتاز. رياض شرحيلي كفكرة الآن أنه يكون ساتر دفاعي، هذا المؤشر في مبارياته اللي لعبها أمريكا والأكوادور. بالتالي السؤال، هل أنت تحتاج كساتر دفاعي مرن رشيق عنده خبرة عنده لياقة وأساسي في فريقه الأول، وفريقه يعتبر من الصف الأول هو نادي النصر عبدالله الخيبري لعبك؟ أنا أقارنهم لأني أقول هذا هو الأفضل لك وليس رياض شرحيلي اللاعب الممتاز الحقيقة واللي متفوق على نفسه، ولكنه ليس بنفس السرعة اللي راح يواجه فيها ليفا أو يواجه فيها ميسي أو يواجه فيها خط وسط أو مثلا مهاجمين بولندا أو المكسيك أو الأرجنتين. هذه فكرة فنية أعتقد أنها خاطئة، هم مش موجود معه، هو واضح أنه بيعتمد عليه. لاحظ أنه عنده 6 محاور معه في التشكيلة، أعرف أن هناك لاعبين راح يطلعون من التشكيلة، وأعرف أن عبد الله عطيف أيضا ينطبق عليه ما ينطبق على المالكي، متأخر جدا وراجع من إصابة. إذا ما هو الناتج الفني اللي بتقنعني فيه في رينار أنه بتروح بفريق متماسك حتى نقول أنه يشرف الكرة السعودية، ونروح إلى طموح إلى ما أبعد من 94 أنه قد نلامس مثلا دور 16 وقد نعطي مثلا صورة مشرفة. هذه أخطاء كثيرة وقع فيها. إلى جانب عبد الله حمدان تكلمنا أكثر مرة، أنا وقفت معه يمكنك انتقدتني مرات وقلت عبد الله حمدان قلت لك ما يلعب يا بتال ما يلعب، لو يلعبونه ممكن يظهر. طيب عندنا لاعب الآن واضح في الدوري يسجل ويصنع وصغير في السن ويعني بوتنشن عالي جدا لو سمحنا النابت، ليش ما ياخذ فرصته خصوصا في الفترة هذه؟ هناك أسئلة كثيرة الحقيقة نطرحها على حرفي رينار، ولا ندري شو الفكرة، وعنده 5 مباريات
راح نشوف ايش بيسوي فيها هرف النيران صراحه. واضح. مع تحفظنا الفني واللياقي، لاحظ انا اكد ترى اللياقه بدنيه مهمه جدا، وهو هو يعني يعمل كمدرب وكمدرب لياقه وكمدرب فني، وهذا غير معقول. زين عادل، قلت لي اتفهم بس مشان ماني مقتنع، ايش تتفهم؟ اشرح لي تفهمك استدعاءاته. اتفهم اذا دخلت في عقليه رينارد. أيه. اللي هو يعتبر، وتتذكر يمكن من زمان من يوم بدأت التصفيات التمهيدية، وكأنه يعني كأنه يتعامل مع اللاعبين، حتى بتال في نقطة ترى مهمة، حتى تواصله معهم بشكل مباشر والإشادات اللي تجي هذا خطأ ترى. أنا لو كنت مسؤول في نادي ما أسمح أنك تتواصل بشكل مباشر مع اللاعب في الفترة اللي هو عندي. يعني لو شفت طلع نواف العابد معنا في العربية وقال الكلام ذا، طلع عبد الله المالكي معك يوم كان لاعب في الاتحاد وقال الكلام هذا، هذا الأمر يعني في الفترة اللي اللاعب في المنتخب من حقك، في الفترة اللي هو في النادي. إيه بس كابتن، كل مدربين المنتخبات في العالم يتواصلوا مع لعيبتهم من خلال النادي بتال. لا يتواصلوا، أنا أفتح له كل الأبواب. لا أنا أقصد إني يجي في النادي وأفتح له كل الأبواب. طيب وأجهز مكتب. خلينا بنتجاوز ذا الجزئية، قل لي أنت رأيك عن تفهم. لا أنا أتفهم إن هذا رأيه، هو يعتبر هذا الفريق حقه بإصاباته بمعدل لياقه بكل هذه الأمور، لكنه فنيا ممتاز. خليني أستوقفك فنيا هنا. خلنا نستوقفك. نعم. هو يرى أن هو يدير المنتخب بطريقة النادي، هذا نادي. نعم. في كأنه النادي رقم 17 في الدوري هو يديره. صحيح. طيب تفهمنا هذه النقطة، هذا ألا يخلق جو من يعني عدم المساواة؟ لعيبة الثانية اللي يرون أنفسهم يلعبون ولاعب يستدعى مصاب، ألا يخلق جو من التفرقة حتى داخل المنتخب، بأنه تشاهد لاعبين يقول والله يا أخي أنا قاعد ألعب كويس، ويجي لعب له 10 شهور ما لعب يلعب أساسي أو يلعب ينضم للقائم، يعني تخلق نوع من عدم العدل؟ بالتأكيد نعم، في ناس في لاعبين صرحوا فيها جهرا وفي ناس سرا. يعني في لاعبين أتذكر كأني شفت يعني ذاكر الكابتن صالح العمري أعتقد لاعب، فأتكلم عن الموضوع بغض النظر أنه يعني الكابتن يستحق أو لا يستحق، هذا موضوع آخر. لكن في لاعبين كأنهم يقولون أنه مهما نبذل يمكن الفرصة بتكون عندنا غير موجودة بالنسبة لهم. يعني هذه بالتأكيد شيء مهم، يعني عشان كذا أنا قلت لك ترى بداية الكلام أنه الأجهز والأفضل هو زين. الأفضل فنيا والأجهز بدنيا زين. بس بالتالي بشير للتقرير لو سمحت لي، التقرير جاء اللي كاتب التقرير مذاكر صح، لأنه كتب أن الدعيع هو الوحيد اللي شارك. نعم. أنا كنت قبل البرنامج قلت أكيد حمزة، ذكرت أن حمزة ذيك السنة كان في أحد، ومن سوء حظ حمزة أن أحد كان في الممتاز وهو في المنتخب، لا لعب وأحد هبط. صحيح. يعني جاي من ثنتين. نعم. يعني بس لكني أنا يعني متفق في أشياء كثيرة، والناحية البدنية بتال الخوف أن يعني أن تخذلنا في لحظة ما اللحظة، ودو تشوف عندنا 5 مباريات والسادسة أمام كرواتيا خلال فترة يعني خلال فترة المعسكر الطويلة، وأنا من خلال تجربة المعسكرات الطويلة بتال تصاب بالملل حتى لو زين. كان الحافز كأس عالم. أنا زين. أقصد يعني في نقاط كثيرة من غير النواحي الفنية بعد. زين صالح، ما بيختم بدون ما أسمع رأيك عشان ما تزعل علي، عندك دقيقة ونص. يعني أختم ولا كيف ولا لا في سؤال؟ يعني لا أبغى يعني تعلق على اللي دار بيننا، يعني تختم في الأخير. مو أنا قلت لك أنا من البداية ترى على فكرة، خليني أرجع مرة ثانية. خلينا أبغى أسمع تعليقك يا صالح عن موضوع العدل والمساواة بين اللاعبين وتنمية الطموح عندهم. لا يوجد عدل، لا يوجد عدل. أنا لاعب، أنا لاعب لاعب منتخب، مريت في مراحل كثيرة وأيضا قابلت مدربين كثيرين وأهمهم كارلوس البرتو، كان الجانب العدل مهم جدا، خصوصا في اللاعب اللي يعطي داخل الملعب واللاعب اللي يطبق الحقيقة. وأنا أتذكر في أول اجتماع اجتمعنا مع كارلوس ترى وجه الكلام لماجد عبد الله، وأجل الكلام لمحسن جمعان تحديدا، هم نجوم 84، وقال لهم إذا ما راح تطبقون التكتيك اللي ألعب فيه، خصوصا أنه يحتاج إلى اللاعبين لما تنقطع الكرة يرجعون إلى خط الوسط، ترى ما لكم مكان معي، ما في مجال للمجاملة. هذا يعطي اللاعبين الباقيين أنه فيه صفة عدل، والعدل هو الأساس. هذا منتخب، وأنا قلت لك قبل كذا، مدام اللاعب في النادي وأثناء الدوري يقدم ويجتهد، لماذا؟ عشان يروح منتخب بلده ويمثل منتخب بلده في مناسبة كبيرة، وهذا مجال مفتوح للجميع للمنافسة. لكن عشان أنت مدرب المنتخب وعندك أفكار خاصة وعندك صلاحية تحرم بعض اللاعبين من تمثيل بلدهم، هذا مو منطق يا بتال. طيب إحنا بس نفهم الناس اللي بيزعلون من بعض كلامنا، حمود الدرينارد
بس نبي واحد يطلع يقنعنا يقول لا ما يلعب 10 شهور ويروح المنتخب ويروح المونديال، بس اقنعنا بهذا الشيء. بعد كذا بنصفق معك رينارد وكل قرارات رينارد. شكرا عادل البطي، شكرا صالح المطلق. اذهب الى الوقفه الاولى بعدها. تشاموسكا افضل البدايات تتوقف امام ابها، وابعد 5 تسديدات اصابت المرمى في داري رشا. حياكم الله. افضل انطلاقه للتعاون راح ضحيتها قطبي العاصمه. فجاه سقط الاصفر القصيمي امام ابها، ماذا حدث وماذا فعل تشاموسكا امام ذلك؟ بعد قليل اساله وسيجيب. المدرب تشاموسكا وقبل مجيئه للتعاون هذا الصيف بدأ مسابقة الدوري مع 5 أندية في 3 دوريات مختلفة. قاد الفيصلي على مرحلتين، في أكتوبر 2018 بدأ معه الموسم الأول في الجولة 6، وفي موسم 2019-2020 حقق 4 انتصارات وتعادلين في أول 7 جولات. وفي الموسم التالي كانت الحصيلة 4 تعادلات وفوزين وخسارة في الجولة 7 الأولى. الموسم الماضي مع الشباب حقق تشاموسكا الانتصار في 2 مباراة وخسر مثلها، بينما حضر التعادل 3 مرات في أول 7 جولات. مع الغرافة القطري موسم 2015-2016 فاز في 3 مباريات وتعادل 2 مرات وخسر مثلها. في بلاده كمدرب لنادي أفاي البرازيلي سنة 2010 قاده في أول 7 جولات لانتصارين وتعادلين وثلاث هزائم. بعيدا عن بلاده وتحديدا مع أويتا تيرينيتا اليابانية عام 2006 حقق 2 فوز و2 تعادل وتعرض للخسارة 4 مرات. مع النادي نفسه وفي الموسم التالي حقق 2 فوز و2 تعادل وخسر 4 مباريات في أول 7 جولات. وفي 2008 قاد نادي أويتا لفوزين وتعادلين وثلاث هزائم. أما في موسمه الأخير مع النادي الياباني فعرفت انطلاقته الفوز والتعادل 1 مرة وخسر 5 مباريات في أول 7 جولات. تشاموسكا لم يخض تجربة تدريبية خارج السعودية منذ قدومه إلى الإدارة الفنية لنادي الفيصلي في أكتوبر 2018. قاد الهلال مؤقتا في 2019 في 3 مباريات بالدوري قبل أن يعود ويواصل مهامه مع العناب في الموسم التالي، وانتقل في صيف 2021 للشباب ويحط الرحال بالتعاون هذا الموسم. المدرب البرازيلي خاض إجمالاً مع الأندية السعودية 118 مباراة بالدوري، حقق 53 انتصاراً وتعادل في 31 مباراة وتعرض للخسارة 34 مرة. تشاموسكا مع 4 أندية سعودية استخدم 144 لاعباً من بينهم 22 لاعباً مع التعاون في أول 7 جولات بالموسم الحالي. نذهب إلى بريدة، التحق بنا من هناك كابتن بريكلس تشاموسكا. كابتن أنا سعيد باستضافتك، بكل نادي محطة لك استضيفك، يعني ما شاء الله احنا سعيدين بك دائما، الفيصلي والهلال والشباب والتعاون. كيف ترى التعاون؟ أجمل مراحلك الأربع التي ذكرتها أنا. نعم. مساء الخير بتال، مساء الخير على القناة العربية وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا كابتن، سألتك محطاتك في السعودية، يعني ما هو الأجمل فيها حتى الآن بالنسبة لك؟ الشباب، التعاون، الفيصلي، والتجربة القصيرة مع الهلال.
sem dúvida que esse início no tal نعم. foi um بدون أدنى شك momento muito bom na minha participação aqui na Arábia Saudita. أنني في لحظة من أفضل اللحظات في المشاركة في الدوري السعودي. E a gente está muito feliz. في السنة الخامسة ونحن جدا سعداء جميل. بأن العمل الذي قمنا بتطويره خلال الفترة الماضية في التعاون كان جدا مثمرا. جميل كابتن، عاصرت الكرة السعودية منذ كان هناك 4 أجانب في الملعب والآن 7 و1 في المدرجات 8 أجانب، كيف ترى الاختلاف بين الفترتين كابتن؟ Na verdade, eu já cheguei na primeira temporada que eu cheguei. في حقيقة الأمر حينما وصلت في الموسم الأول. Eu já peguei esse modelo desde o início. كان cada ano. هناك اثنين اللاعبين جانب، ثلاثة لاعبين جانب. أنا عملت فيها الدوري السعودي من منذ النموذج أو الصيغة الأولى لهذه البطولة. ولكننا حين نتحدث عن البطولة بشكل عام لا بد من أن يكون هناك توازن في صفوف اللاعبين سواء الأجانب أو اللاعبين المحليين، أن الكل يريد أن يفوز طبعا بدون أدنى شك. جميل كابتن تشاموسكي، خليني أدخل مع كلام في ملف التعاون، بس هذه أسئلة يعني تمهيدية لموضوعنا الرئيسي هو التعاون. بدأتم بداية هي أجمل انطلاقة لك أنت أيضا في تاريخك كمدرب، انطلاقة هائلة، تقدمت للأمام، كان لديك فرصة أمس بأن تكون الثاني بفارق نقطة أو نقطتين عن المتصدر، فجأة تسقطون أمام فريق أبها وهو من فرق الوسط أو المربع الأخير خلينا نقول. كابتن، فريق يسقط النصر ثم يسقط الهلال بعشرة لاعبين ثم يسقط بهذا الشكل، يعني شيء لا يفهم، تفسيرك الفني؟ حسنا، حين نتحدث عن التحليل العام للأرقام والإحصائيات في المباراة مع أبها، أعتقد أن النتيجة لم تستجب أو لم تتماشى مع الإحصائيات بشكل عام والمستوى، كان لابد أن نزيد هذه الميزة كما ذكرت وأنا أحصل على المزيد من النقاط، لكن حينما حاولنا تحقيق هدف التعادل ثم الفريق الخصم تطور بشكل ملحوظ على مدار الشوط الأول والشوط الثاني، حاولنا الحصول على أفضل نتيجة في هذه المباراة ولكن لم يتحقق لنا ذلك. نعم كابتن، لاحظت أنا، خلنا أقول لك عن رأيي الشخصي، شوط خيالي بالأرقام لعب فريق التعاون بالأرقام وبالعرض الفني وتسجلت هدف. لاحظت في الشوط الثاني كابتن استهتار كبير من اللاعبين، تتفق معي؟ Não, eu não. Eu acho que o esse termo é falta de responsabilidade. Eu não concordo porque o grupo estava muito focado nesse jogo. الذي حدث ما ليس استهتارا أو عدم إحساس بالمسؤولية، على العكس أن مجموعة اللاعبين بالكامل كانت على وعي بالمسؤولية. E a gente vem já há dois jogos sem dois jogadores importantes que nós perdemos por lesão, que vão ficar afastados por muito tempo. O Flávio e o Malik. E a gente está buscando um novo modelo de jogar e a equipe tem se superado nesse novo modelo. Mas todos muito focados na busca dos resultados. لكن لم تواكب النتائج هذا التطور وهذه المحاولة. نعم كابتن، أنا أتفهم دفاعك عن لاعبينك وما تبغى تقول في الإعلام أنه استهتار، بس هذا كان واضح يا كابتن، الشوط الثاني كان استهتار من لاعبي التعاون واضح جدا. Não, na verdade a gente se olhar as circunstâncias que nós tomamos os gols. في حقيقة الأمر إذا نظرنا إلى ظروف المباراة والأهداف التي تلقيناها. Nós tomamos o gol. في ضربتين للزاوية، في ضربتين ركنتين. نعم. Muito pequenos. كانت هناك بعض التفاصيل الصغيرة جدا.
وأعتقد كانت ممكن أن تحدث الفارق بين الفوز والهزيمة في هذه المباراة. على سبيل المثال هم قاموا بالتسديد بثلاث مرات على المرمانة ولم يتصدى لها الحارس. أعتقد أن هذه التفاصيل البسيطة دفاعية أو بالنسبة للحارس هي الفارق بين الهزيمة والنصر في المباراة في الفوز، ولكن ليس بالمقام الأول عملية استهتار أو عدم إحساس بالمسؤولية. جميل كابتن، هل يمكن أن نقول يعني خلينا نقول الناس شو يقولون عن فريقك تعاون يوم فزت على النصر؟ والله يعني التفتوا لك شوي قالوا يا هالفريق هذا ممكن يسوي شيء. يوم فزت على الهلال لا، الناس قالوا لا بعشرة لعيبة ويفوز على الهلال لا أكيد هذا ناوي له علنية هالسنة. أنتم داخلكم أنت كابتن أنت وطاقم فريق الفني تحت قيادتك ترون بأنكم قادرين على المنافسة أو دخول ل يعني تقدم للأمام دخول في مربع الكبار تتأملون يعني بطولة كأس مثلا أو أنتم جاهزين فعلا هذا العام للمنافسة على الدوري؟ بالنسبة لنا هدفنا منذ البداية كان جدا واضحا، سواء أنا كمدرب أو حتى مع مجموعة اللاعبين لدي في الفريق، أننا نؤدي بشكل جيد في الدوري وأيضا نحاول حصد لقب مثل لقب الكأس على سبيل المثال، ولكن لا ننسى أننا لعبنا من بداية الدوري تقريبا بلاعب دون اكتمال عدد اللاعبين الأجانب، تحديدا لاعب كان هناك لاعب كان ناقصا، ثم حاولنا تعويض هذا النقص وهذا الفارق بتكامل المجموعة مع بعض البعض، لكن لم تخدمنا نتائج. جميل كابتن، كل اللاعبين الأجانب في التعاون كانوا من اختيارك؟ كلهم وافقت على بقائهم الموسم الماضي أو اللي جو جدد؟ كلهم إلى النادي النادي التعاون الجدد تحديدا كانوا بموافقتي تحديدا. التعاون يعيش لحظة جدا جيدة سواء من حيث الأداء أو حتى من حيث النتائج أو حتى من حيث رضا الجماهير، سواء الإدارة سواء مجموعة اللاعبين سواء كل من يعمل في نادي التعاون من الرئيس إلى الإدارة مرن باللاعبين كلنا كنا راضيين عن مجموعة اللاعبين منذ بدء الموسم. نعم كابتن، قلت لك بتنافسون على الدوري، قلت لي ممكن، لكن ما كانت إجابة قاطعة، قلت ممكن نروح نلعب كأس ونهائي كأس وهذا متوقع. التعاون لعب مرتين أو ثلاث مرات نهائي كأس. خمس أعوام كابتن تشاموسكا في كرة القدم السعودية أليست كافية لأن تعرف طريقك إلى لقب الدوري؟ العمل في نادي التعاون بالتأكيد أننا نبحث عن اللقب، لكن بما أنه الموسم الأول ولا ننسى أن التعاون أتى من موسم كان يصارع فيه من أجل البقاء وعدم الهبوط إلى الآن هذا الموسم، فمن التأكيد أنه لدينا هدف أعلى من ذلك على البقاء، لكن في الفترة الأولى لابد من إرساء الأمور على أساس تعاون مع جنب إلى جنب مع اللاعبين والإدارة لإرساء هذا الهدف على مدار هذا الموسم والمواسم القادمة للتحقيق اللقب. زين كابتن، كيف تعتمد على رأس حربة أجنبي واحد فقط؟ ليس لديك بديل حقيقي لرأس الحربة. طبعا أتكلم عن الشاب عبد الله رديف، كابتن عمره يعني 19 سنة 18 سنة، مو اللاعب اللي ممكن يساعدك في المباريات الكبيرة، صحيح موهوب وموهوب جدا لكن يحتاج إلى وقت كبير. يكفيك؟
Eu acredito hoje a gente tem tanto o Radif como أنا o Turi, أعتقد وأثق أن jovens, mas com potencial muito أننا grande. بالنسبة لنا سواء تركي أو حتى رادف هم لاعبين شباب لكنهم مميزين جدا ومستواهم جيد وأعتقد أن لو استعنت بهم في أي لحظة من اللحظات كبدائل توامبا أعتقد أنهم سيكونون جاهزين أعتقد أن رادف أعتقد كان في القائمة الأولية للمنتخب السعودي وليس أدل من ذلك على أنه لاعب جيد صحيح رديف يعني مع 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 يعني إنه القائمة لم تعد مقياسا للانضمامات للجودة لكن كابتن يعني هو لاعب موهوب جدا لكن صغير في السن خلينا ننتقل معك كابتن إلى محور آخر السر تفوقك الدائم في كل الفرق اللي تدربها على النصر وبدرجة أقل الهلال O Hilal, na verdade, foi a minha primeira vitória, né? Desde de 5 anos que eu estou aqui na. Al Hilal, بالنسبة لي كانت كان الفوز الأول منذ أن. لا أنا أقصد كابتن مش الفوز حتى عروضك تلعب مباريات قوية أيام الفيصلي مع الهلال. Cria uma super motivação também. Até o nível. أعتقد أن كان التحفيز مهم جدا بالنسبة للاعبين في المباراة الكبيرة أمام الهلال وغيره. جميل جميل كابتن في فترتك مع الشباب عانيت كثير من الغيابات كانت الأحكام عليك غير عادلة بشكل أو بآخر يعني شو اللي راسخ من ذهنك الآن وأنت تشوف الشباب الآن يتقدم متصدر فريق الأول في الأرقام في كل شيء كيف ترى هذا يعني هل ما زال لتشاموسكا لمسة على هذا الفريق؟ A minha passagem no Shabab foi espetacular. Eu fiquei muito feliz. رحلتي في نادي الشباب أذكرها أنها كانت مرضية جدا بالنسبة لي على المستوى الفني كعمل. العام الماضي لعبنا 17 مباراة دون هزيمة تتالية. ولكن كانت هناك بعض التعديلات في الشوط الثاني التي لم نتفق عليها لم أكن على وفاق مع هذه التعديلات بالنسبة للحملة التي كنا ننتوي القيام بها في نادي الشباب وهذا ما حدث. نعم التعديلات من مين كابتن؟ ما فهمت اشرح لي. Não, nós perdemos o atacante Igalo, perdemos o zagueiro Igor. فقدنا إيغالو المهاجم ثم المدافع. depois a gente perdeu ايضا في بعض المباريات الاخرى فقدنا بعض اللاعبين ثم حدث ما حدث بالتدني في المستوى ثم كان الرحيل نعم كابتن كنت ضد رحيل إيغالو بيع عقد إيغالو للهلال كنت ضد هذا القرار او معه O clube teve necessidade de fazer negócio porque precisava كان النادي الشباب كان على محتاجا لإتمام هذه الصفقة مالية محتاجا تحديدا لمبالغ مالية تحديدا صحيح فبالنسبة للنادي الشباب كان احتياج أعتقد أن الشباب هذا الموسم كان موفقا في التعاقدات وأعتقد أنه بالتأكيد سوف يصارع وقاتل على حصد اللقب الدوري جميل وهو فريق مؤهل لذلك إذا قلنا كابتن بأن التعاون يسير بخطى جيدة وواثقة الآن في 7 جولات ماضية وتبقى الكثير ولكن ماذا تحتاج كابتن يعني انتقادات تقدم لك أنه ما في دكة ما في احتياطيين أنت في رأيك ماذا تحتاج ماذا يحتاج التعاون في هذه المسيرة المضفرة إن شاء الله لتعبرون لأول مرة حاجز الألقاب في الدوري Na verdade, a gente tem
في حقيقة الأمر لدينا خيارات جيدة في مقعد البدلاء، لكن المجموعة لم تكتمل الآن. الملك على سبيل المثال نحن فقدناه لاعب مهم بالنسبة لنا، ولا تنسى النقص في عدد الأجانب صحيح. ولذلك منذ بداية الموسم هذا ما ذكرته مسبقا لم تكتمل المجموعة على مستوى العناصر، فنتمنى أن تكتمل في الدور الثاني من الدوري، وعلى أساسه بإذن الله سنكمل المهمة. من الأكثر وضوحاً كابتن في السبع جولات الماضية من فرق الدوري بالنسبة لك؟ الفريق الأكثر وضوحاً فنياً؟ Qual o clube? Não entendi. Ah, não. في الجولات الماضية كابتن، الجولات السبع الماضية من الأكثر وضوحا بالنسبة لك؟ acho que dessas sete rodadas nesse momento foi o Nasser. Nesse momento foi o من السبع جولات هو فريق النصر تحديدا. طيب انت هزم النصر يا كابتن، يعني انت افضل من النصر. احنا يبدو عندنا تاخر اليوم في الصوت. انت كابتن خلاص انا ما عاد بقي عندي اسئله، كنت ادعبك بس بالسؤال الاخير وانتهى وقتنا، واشكر لك وجودك معنا، اتمنى لك كامل التوفيق في الجولات المقبله. شخصيا انا احب تشاموسكا، ومع التعاون صار يعني اكثر واكثر. شكرا جزيلا لك كابتن تشاموسكا. أبعد الأهداف مسافة سجلت في دوري روشن بعد سبع جولات. أخيرة بعدها في مؤتمر الصحفي الدوري، بن جلوي يقول نقيم الاتحادات ومن حقهم الاستئناف. حياكم الله في المؤتمر الصحفي الدوري. أكد الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبار أولمبية السعودية أن استراتيجية دعم الاتحادات الرياضية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم عمل الاتحادات وتأسيس بنية داعمة لها لتحقيق أهداف رؤية البلاد 2030.
إذا كان النصر أضاء الثلاثاء في سماء الرياض، فإن لاعبه النجم الصاعد أيمن يحيى كان قمره. اللوحة الأخيرة لقطة ختام، ألقاكم. لكن كذا رب خلقها، ما تصنعها ولا تبرره كل الوسائل، هو مقصده ولكن كذا رب خلقها. هو مقصده ولكن كذا رب خلقها. Give me.